والزوجة ديالي تتعنفني وتتحرض البنات ديالي باش يعنفوني. البنات كانت العلاقة هي والزوجة كانوا مزيان، ولكن هاد العام هذا تقلبوا حتى هما تيضربوني. الزوجة ديالي تتخرج بناتها مع العشرة الليل ولا الحداش، تتمشي تبات ثلاث ايام ولا اربع ايام ولا خمس ايام، وتتجي تنسولها فين مشيتي، تتقول لي ماشي شغلك. داعي باننا حمق، تنمشي تاني تنعس في المستشفى الامراض العقليه هنا في الدوديات، تيجيو دوك المرضى تيبغيو يمارسوا عليا الجنس، تديني للسبيطار باش توهم الشرطه وتوهم الطبيب بان السيد راه تيدير سلوكات مرضيه. السلام عليكم، انا سميتي مجاهد احمد، مزداد في اقليم تازة، وساكن في مراكش لمده ازيد من 20 سنه، ومتزوج وعندي جوج بنيات. المهنه ديالي حلاق، تنزاول هذه المهنه قاعد المده اللي كنت في مراكش. من بعد كنت خدمت واحد لوطيل وخرجت وتنزاول هذه المهنه، ودابا عندي محل ديال الحلاقه في باب دكالا، في السويقه ديال باب دكالا رقم 316. والزوجة ديالي تتعنفني وتتحرض البنات ديالي باش يعنفوني يوميا، تمشي للدار وتتعنفني وتتهددني باش تصب عليا الماء القاطع في الليل ملي نكون ناعس. ودابا راه تندخل هي نحط لهم المقضية وتنهرب، وتيجريو عليا ونهرب، اولا نحط لهم الفلوس فوق الناموسيه الا كانوا في البيت الاخر وتنهرب تنخرج. وتتبان لي الزوجه ديالي بان ربما تتعاني من اضطرابات نفسيه، عندها شي مشكل نفسي. ومشيت عند رئيس المحكمه درت ليه طلب باش يدير يعطيني خبير باش يدير خبره طبيه الزوجه ديالي، حيت انا الزوجه ديالي عزيزه عليا، ما بغيتش نتحارب معها لان ما كانش عندها هاد السلوكات قبل، كانت معايا عاديه وكانت تتساعد معايا وتقلبات، يعني بانت ليا بحال لا تتعاني من شي اضطراب. ما بغيتش نظلمها نطلقها، راه كانت دارت الطلب الطلاق للشقاق، ولكن تتبان ليا بحال غادي تظلم نفسها وغادي تظلم بناتها حيت هي مريضه. ودرت محاولات مع المحامين باش يدافعوا عليا، حتى حد ما بغى يدافع عليا، ومشيت دافعت على راسي في المحكمه الابتدائيه. قلت لهم انا راه الا بغات الفلوس غادي نخرج ليها من الكونت ديالي داكشي اللي بغات، انا المراه ديالي ما غاديش نطلقها حتى نطمئن على بناتي فين غادي يمشيو. تتدعي باننا احمق، لان مثلا الا جيت انا شي مره تندق في الدار صافي، الا بغات تحل ما بغاتش تحل. المرة الأولى اللي داتني تندق في المحل ديال السكنة ديالي، ما بغاتش تحل ليا، تندق شوية بالجد وهي تدور البوليس، جاو هزوني من تما ونعسوني في السبيطار. ملي تنمشي تاني تنعس في المستشفى الأمراض العقلية هنا في الدوديات، تيجيو دوك المرضى تيبغيو يمارسوا عليا الجنس، وتنغوت تنستنجد بدوك رجال الأمن الخاص، والو تيديروا القطن في ودني هما تيبغوش يسمعوا. وإلا بقيت تنغوت بزاف تنقول لهم راه هكا اش تيديروا لي اش تيديروا لي، تيجيو تيدقوا لي المفتاحة وتيكتفوني مع الناموسية هكا من يديا ومن رجليا وتيعنفوني. تديني للسبيطار باش توهم الشرطة وتوهم الطبيب بأن السيد راه تيدير سلوكات مرضية، وأنا ما عندها حتى شي حجة بأن تندير شي سلوكات، ما تنضربها، ما تنمنعها من النفقه، ما تنعنف بناتي، ما تندير حتى شي سلوك اللي تيدل المرض. هو الانسان اللي تيدير شي سلوك ماشي هو هذاك. وعندي 71 مليون تقريبا في البريد المركزي في قيليز، الموظفين ديال تما تيقولوا لي ضروري تجي الزوجه ديالك عاد نعطيوك عاد نقدر نديروا نحلوا معاك المشكل. تنقول لهم انا راه فلوسي هادو راه ما مشاركاش معايا، تيقول لي لا ما يمكنش. ملي تنانسيستي معاهم مزيان صافي تيحبسني السيكوريتي في الباب ما تيخلينيش ندخل. البنات كانت العلاقه هي والزوجه كانوا مزيان، ولكن هذا العام هذا تقلبوا حتى هما تيضربوني. تتخرج الزوجه ديالي تتخرج بناتها مع العشره الليل ولا الحداش، تتمشي تبات ثلاث ايام ولا اربع ايام ولا خمس ايام، وتتجي تنسولها فين مشيتي، تتقول لي ماشي شغلك. تنسول خوتها عائلتها كلهم تنعرفهم، تنسولهم في التليفون تيقولوا لي راه ما جاتش عندنا وما عمرها تدخل عندنا. خوتي حتى هما والعائله ديالي تنسولهم تيقول لي ما جاتش عندنا، وفي الاخر ملي عاوتاني نعيط لخوتها قطعوا عليا التليفون.
حيت ما رضاوش بهذا الشكل هذا. ملي تتخرج اختهم تتخرج 5 ايام 6 ايام بالبنات، وحده قصيره وحده رشيده، وتجي للبيت الزوجيه، ما رضاوش قدام صحابهم وقدام جيرانهم، وهما اصلا تزادوا في القصور، وتعرفهم صحابهم وتعرفهم الناس كلهم، وهما راه معروفين وعائله معروفه، ما رضاوش بهذا الشيء. دابا ما بقاوش تيجيو لديك الحومه كاع، صافي ما حملوش كاع ديك الحومه يشوفوا صحابهم. رسالة ديالي للسيد الوكيل باش يفتح معايا التحقيق في هذه النازلة هذه، ويشوف الأسباب ديال هذا المشكل هذا منين، وعلاش تنتمنع في الإدارات، علاش تنتمنع في الوكالة البنكية اللي عندي فيها الرصيد ديالي، علاش تيهجموا عليا الناس في المحل العمل ديالي وأنا ما تنوصلهم حتى بشي حاجة، ما تيسالوني والو، وأنا راه قاعد تما محلي المحل ديالي بطريقة قانونية. الكلمة الأخيرة ديالي، النداء ديالي لشي محامي، لشي محامي اللي يدافع عليا، أو الليلة ما بغاش ياخذ الملف ديالي يدافع عليا، على الأقل يبدا يعطيني استشارة يأزرني، لأن أنا ما تنعرفش القانون، أنا تنرفع على راسي تنمشي راسي كاين شي حوايج ما تنعرفهمش، ملي تنمشي ناخذ لي استشارات ما تيبغيوش يعطوني لي استشارات، واخا كنبغي ندي الأتعاب ديالهم. بغيت شي محامي الا ما بغاش هو يتوكل عليا يساعدني، على الاقل يكون مساعد ديالي يساعدني، يكون هي من ورايا يبدا يوريني القانون، حيت انا ما تنعرفش القانون، ما قاريش القانون. وشكرا، الله يجزيكم بخير.